السلام عليكم. المرسلة نورة عبد الله من شقراء بعثت عددا من الأسئلة تقول أرجو أن يجيب عليها فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تقول في سؤالها الأول: هل من لا يقرأ ينجو من فتنة الدجال ومن عذاب القبر، علما أنهم لا يحفظون سورة الكهف ولا سورة الملك، وإذا حفظناهم نسوها؟ أرجو أن تخبرونا بكيفية حفظهم. المؤمن يرجى له أن يحفظه الله من فتنة الدجال، ولو كان لا يحفظ القرآن كله أو لا يحفظ كثيرا منه، فإنه بإيمانه وعقيدته الصحيحة وحسن ظنه بالله واستعاذته بالله من الدجال يحميه الله منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، فإذا أكثر الإنسان من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال فإن الله جل وعلا يعيذه منه، ولو لم يكن حافظا للقرآن أو حافظا لكثير منه. بل الإيمان والعقيدة الصحيحة وحسن الظن بالله واستعمال الأسباب الواقية وهي الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال، كل هذه الأمور سبب في العصمة منه بإذن الله. نعم.